لولو شخصية محترمة ماشي زي الكتاب ما بيقول. قرر يتقمص شخصية الطيار الكهربي اللي بيمشي من الموجب للسالب، من البوزيتيف بول للنيجاتيف بول في الأسلاك. لولو خارج من البوزيتيف بول وعامل نفسه كارنت. امشي يا كارنت، امشي امشي يا كارنت، امشي، لحد ما يلاقي نود فجعلصها. بعد ما جعلص النود لقى قدامه سكتين، سكة فوق وسكة تحت. اللي فوق ريزيستنس قيمتها 5 أوم، واللي تحت ريزيستنس قيمتها 5 أوم. فالطيار الكهربي قسم نفسه الحتتين بالتساوي، حبة فوق وحبة تحت. ولأن المقاومتين اللي انت داخلهم قد بعض بالتساوي وعلى التوازي كونكتد ان بارالل، فقسمت نفسك الحبة اللي فوق قد الحبة اللي تحت، وفضلت ماشي ماشي لحد ما قابلت النود التانية. خرجت وجمعت نفسك ومشيت. اي اي اي، وامشي يا كارانت، امشي امشي يا كارانت لحد ما تلاقي نود. ولقيت مقاومتين متوصلين على التوالي، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. فإيه اللي حصل؟ فالريزيستنس الصغيرة، المقاومة الصغيرة، خدت لها حتة كبيرة من الطيار الكهربي، والريزيستنس الكبيرة خدت لها حتة صغيرة، ورجعوا عند النود اتقابلوا تاني وخرجوا. آي 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 آي، هي الفيزياء بقت للأطفال ولا إيه؟ اهدى على نفسك شوية، دي البداية اللي لازم تبقى متخيلها صح. مفيش حد بيوصل للعالمية من أول مرة. افتكر لما كنت بتتعلم سواقة، سقت كم مرة، سقت كم ساعة لحد ما وصلت للعالمية والغرز اللي بنشوفها منك في الشارع النهاردة. استنى القصة الجاية عشان نديك فكرة صغيرة في وقت صغير.